你们一定都听过关于他的故事。有人说他帮唐僧取到了真经，封了斗战胜佛，从此留在了灵山。انا كجيمر اول لعبه حبيتها كانت اساسن كريد، ما كانش ليها اجزاء، كانت مجرد الجزء الاول لألتاير ابن لا احد، ومن هنا بدات حبي للالعاب وبقيت متحمس يوم عن يوم واشوف شركه يوبيسوفت هتختار قصه اللعبه الجايه عن ايه، والاهم حضاره وبلد الجزء الجديد، لاني محب للتاريخ. لحد وقتنا ده مستني يوبيسوفت تعمل اللي مستنيه من زمان، جزء يتكلم عن الحضاره اليابانيه او حتى الصينيه، ده غير الحضاره الهنديه طبعا خليها على جنب. لكن خلينا اقولك ان لما شركات الالعاب بتقرر تخلي مقام الربح في الاخير وتركز على لعبتها، اللعبه بتنجح لانها معموله باخلاص وحب، خصوصا لما يكون المشروع للحضاره اليابانيه او الصينيه، بتكون اللعبه عظيمه زي مثلا ساكيرو او جوست اوف توشيما. واللي ما لعبتهاش حتى الان سبب طبعا ان هي حصريه، ولكن خلينا اكلمك عن عظمه جديده واللي بتتم من استوديو جديد ومستقل بعنوان جيم ساينس. الجميل في الموضوع العرض المبهر للعبه، من جيم بلاي لتحريك الشخصيات والجرافيكس، والاجمل القصه واللي بتتكلم عن روايه انا عن نفسي بعشقها، وهي جيرني تو ذا ويست او رحله الى الغرب. طبعا اتعمل عليها اعمال كتيره جدا منها افلام زي فيلم مونكي كينج وجيرني تو ذا ويست، وكمان القرد ليه ظهور في فيلم ذا فوربيدن كينجدوم، طبعا الفيلم للنجم جاك شان مع جيت لي. اللعبه شدت انتباه ناس كتير جدا يا اخوانا بجمال المدن ورسوماتها الممتازه، والجميل ان اللعبه للبي سي والجيل الجديد من الكونسولز، ده بلس انها ار بي جي والمفروض تنزل بسنه 2023. لكن لسه هنشوف، ممكن تتاجل. اللعبه هتكون ثلاثيه وده هيكون الجزء الاول فيها، ده هيخلاني مبسوط جدا لاني طبعا بعشق الاجزاء الكتيره والقصص الطويله للالعاب، خصوصا لما تكون القصه مستوحاه من قصه قديمه او روايه عظيمه زي الرحله الكلاسيكيه جيرني تو ذا ويست. خلينا نراجع اللعبه واحده واحده، بدايه من الرسومات الخرافيه واللي بجد بتظهر قوه المحرك انريل 5، وعارف ان في عروض كتير للالعاب ثانيه كانت جباره في الرسومات وكمان منتظرينها في المستقبل، ولكن ده ما يقللش من قوه وجمال بلاك ميس وكونج. ايوه ده اسم اللعبه، بلاك ميس ويكونج. خلينا نتكلم عن الجرافيكس. الجرافيكس من ناحيه البيوت الصينيه او الاشجار والمطر شيء خرافي، او التماثيل اللي بتمثل الكالتشر الصيني او اساطيرها. اما بالكلام عن الشخصيات كانمي او بطل اللعبه، ففي جو رهيب بيتقدم فعلا ومود بيخليك تعيش الاجواء الصينيه بجد، والجو ده افتكر ان انا عشته قبل كده في لعبه ساكيرو، من مواجهات الزعماء بتاعتها للبيوت ومنظر القديم بتاع ثقافتهم بعيدا عن صعوبتها، ولكن دخولك في مود الحضاره والثقافه بتاعتها بيعيشك في مود جميل جدا. بالنسبه للشخصيه سان وكونغ واللي هو القرد، بيظهر في العرض بسلاحه المعروف وبيوريك استعراض رهيب جدا للحركات بتاعته وطريقه اللعب وقوه الشخصيه كمان. خلينا نتكلم عن قدرات الشخصيه. الشخصيه بتقدر تتحول لمخلوقات ثانيه، وده عن طريق ان القرد يقطف شعره من راسه. شفنا كمان انه في العرض متحول لحشره او دبور حاجه زي كده، وفجاه قابله فايت مع زعيم، حرفيا تناغم رهيب في العالم، وخصوصا فايتات الزعماء من العرض. خلينا اقول لك ان المطورين قالوا ان اللي بان في العرض كان مجرد شيء بسيط من قدرات الشخصيه، وان قدراتها اكتر من كده بكتير جدا. انتوا متخيلين؟ ده غير ان في العرض ظهر قد ايه الزعماء اذكياء في الفايتس قصادك، وده هيخليك تفكر بحركاتك دايما. شوف مثلا هنا لما قرر يروح وسط الانيمالز وقرر انه يتحول لذئب ضخم، اتغير نظام لعبه 180 درجة من قرد بعصاية لموفمنت الذئب ضخم. اما بالنسبة للفايتس دون، فده زعيم على شكل ثعلب او حاجة زي كده. المهم الفايتس قدامه كان جميل جدا، وانا حسيت بسرعة الشخصية اللي قدامه، ده هيخليك ان انت تفكر كذا مره. ده غير الطرق اللي استخدمها ويكونج في الفايتس قدامه، زي ان هو صد ضربات منه او حاجات كتيره جدا. في نهايه الفايتس بعد ما يهزمه هتلاقي ان ويكونج خد السلاح بتاعه، وده هنجيله بعدين وهنعرف ليه. هنا بقى اللي لفت انتباهي للوحش ده، حسيت فيه بذكاء كده زي زعماء العاب السولز ساكيرو وإلدن رينج وغيرها. حتى هتلاقي لما وي كونج قرر يعمل استنساخ لشخصيات كتير ليه، هتلاقي الوحش كان متحير ما بينهم ومش عارف مين فيهم هو وكونج وبيبعد عنهم، انت متخيل؟ هنا لو شفت هتلاقي تفصيله رهيبه جدا، وهي ان وي كونج اتحول لزعيم تاني.
مش بيفكرك بحد. الزعيم ده اللي كان بيفايتو ويكونج وخد سلاحه. اللي انا سمعته ان اي زعيم بيقتله ويكونج بياخد قواته وشكله، وده بجد هيكون شيء اسطوري بالنسبة لكم الزعماء اللي موجودة في اللعبة. فتخيل ان انت تاخد قدرات وقوة الشخصية اللي انت لعبتها وشكلها كمان، فده هيغير تجربتك اللعبة تماما. انا بجد اتحمست للاعلان وعرض الجيم بلاي بتاع اللعبة، متحمس من دلوقتي لدرجة بتخليني ان انا اعد الايام. اتمنى بجد ياخدوا راحتهم في تطويرها عشان ما يحصلش نفس اللي حصل مع سايبر بانك، طبعا انتوا اكيد عارفين. فبجد العالم عجبني جدا يا جماعة، من تحول الشخصية فجأة لدبور او خفاش او اي شيء تاني بيساعدك على ان انت تعدي من منطقة لمنطقة، اللي هو بيدخلك في مود الستيلث والتخفي. اما اللي هعرضه عليك دلوقتي فهو عرض ما بين وكونج وتنين، واللي عجبني في الموضوع بجد هو اداء التنين دون، لاني كان نفسي جدا اشوف تجسيد للتنين الصيني في اي العاب او حتى افلام، ولكن ما لقيتش الصراحه. لكن المطورين هنا قدروا ان هم يثبتوا عكس ده وعملوا التنين بطريقه مبهره، من تحركاته وطيرانه في الجو شيء بجد مبهر يخليك تحس فعلا بالكالتشر الصيني. ومن الاشياء المبهره في الفايتس دون قدرات وكونج، لو خدت بالك هتلاقي ان وكونج خلى السلاح بتاعه يكبر لدرجة ان هو طلع فوقيه. اللي انا حسيته هنا ان هو كان بيحاول يتفادى الصندر بتاع التنين دون، فدون معناه ان لازم هتستغل قواتك بشكل كبير جدا ومختلف ما بين زعيم لزعيم، طبعا بعد ما تدرس قواته والموفمنت بتاعته. وفي الاخير حابب اقولك اني متحمس جدا للعبة دي. بسوش تقولولي هتلعبوها على البي سي ولا الكونسول، واكتبولي في الكومنتس تحت تحبوا اتكلم عن ايه تاني. متنساش لايك وسبسكرايب. سلام.